جاء الانتخابات، قانون الانتخابات، رئيس الحكومة هو الأخ مولود حمروش، نعم دار التقسيم الإداري. كي دار التقسيم الإداري ودار التقسيم الإداري ودار نمط الاقتراع اللي هو وحادي اسمي في دورتين. أنا عرضوني في حوار كبير مع شاذلي، قلت لهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنشطين تعاون لي فيها، أم حكمها ممنوع من الغرور وما يعرفوش السياسة، ما فاهمينش واش رايحين يديروا، وهم يدخلونا في صراعات، والحكومة على الفلان على راسها مولود حمروش راح يدير في واحد التقسيم، وذاك التقسيم كان دائر، وفي مخه هو باللي كيمد الدوائر بالبزاف الشعب راح يفوطي معاه، والشعب رافض. انا مشيت قلت لهم احنا ما عندناش حق ندخلوا في الاسلاميين او الاسلامويين، ولا كما يحبوا يسموهم، بس احنا اللي نملوا بالسياده اللي هي المرحله العليا للاراده ملك الشعب، احنا رانا جمهوريين. انا هدرت مع ايت احمد، هدرت مع بن بلة، هدرت مع مهري، هدرت مع محساس، هدرت مع بوكروح، ما استجابوليش. قلت لهم الاسلاميين ام عندهم عده تيارات، عندهم الجزاره، عندهم الاخوانيين، عندهم التبليغ، عندهم أو عندهم احنا، هما يديروا جبهه، جبهه الاسلاميين، وحنا نديروا جبهه الجمهوريين، معناتها لا فلان ولا ففاس ولا مديا تاع بن بلة والبي ان اس دي تاعي انا تاع بن شريف وبوكروح والدنيا، نمشيو في نفس الاتجاه. انا مشيت عند شاذلي حكيت له، قال لي مليحه، قال لي روح قنع مهري. قلت له انا مهري ما نعرفوش، كيف راح نقنعو؟ قال لي قول له كاينه اماره بينك وبين الرئيس. بعد مشيت انا عند مهري، قال لي مهري وكلمني شاذلي وقال لي ويجيك سي بن شريف وعنده مشروع مليح. قلت له شاذلي الله يرحمه، او قال لي اي كاينه اماره بيني وبينه، قال لي صدقت. وشاذلي عيط لي وقال لي كي يجيك بن شريف امشي معاه وانسان مخلص. ولا مرة قال لي شاذلي ونسيبي بنت مهري مديها ولد شاذلي. كي قلت له لا، كي قلت له المهري هكا، قال لي انا نقنع ايت احمد وانت روح قنع بن بلة. انا مشيت عند بن بلة، تحاورنا انا وشي بن بلة الله يرحمه الله يوسع عليه، مشينا مع 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 جماعه. من بعد رحت انا لفلان مهري، قال لي روح اطرح القضيه على مولود حمروش. انا رحت عند مولود حمروش، لقيته مداير اجتماع تاع الحكومه، الدنبري الله يرحمه الله يوسع عليه كان شاف كابين يا اخي، تعرف محمد صالح دنبري، محمد صالح دنبري كان وزير الخارجيه. نعم انا مه لدار الخارجيه، ومن بعد كان او كان في الامم المتحده والدنيا. نعم كي 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 جا مولود حمروش هز السبحه في يدو، قلت له سي مولود ما ديرناش هذا التقسيم الاداري وديرنا هذه الاحادي الاسمي، وحنا لازمنا نديرو كتله مع بعضنا. مولود حمروش قال لي انا خاطي، وهو أو مهري رئيس الفلان، مولود حمروش نايب الاولى، قال لي روح حضرها مع بالخادم في البرلمان. انا ما تلقيتش بالخادم، ولكن لقيت احمد كاس هو الرئيس تاع لجنه الاداره والقانون. هدرت معاه قلت له ما ديرولناش التقسيم هذا، اما نروحوا ويديها الفيس، والفيس يقول لا ميثاق لا دستور، قال ربي قال الرسول، والفيس ما يعترفش بالهياكل تاع الدوله والجيش حامي الدوله والدستور، ونولي في مشاكل ندخلوا في حرب. قال لي روح قول لعبد العزيز بودرع، وهذا هذوك كل ما زالوا بالحياه غير قيس الله يرحمه.
عبد العزيز بودرة كي هضرت معاه هو مقر اللجنة، هو اللي يجيب القانون. قال لي احنا نخليوها وانتوما الديمقراطيين تخافوا من الفيس ينحيلكم الديمقراطية، في الدور الثاني تفوتيو مع الفلان. قلت له كون يديها الفيس في الدور الاول زي ما توليو انتوما. كي ما حبوش يمشيو لنا ولينا احنا درنا كتلة تاع أربعة، ومن بعد ولينا سبعة، ومن بعد زادوا لنا واحد. ألو الربعة هو بوكروح، سعيد السعدي، بن بلة، والمتحدث، احنا في أربعة. زاد انضم لينا محساس، علي محساس، أحمد محساس تاع الثورة، وانضم لينا مولى وبو عبد الله، ولينا في سبعة. بعد أنا قاسمي مربح اتصل بيا ودار حزب، قال لي الآخر راح دخلني معاكم في المجموعة تاع سبعة. دخلنا في المجموعة تاع سبعة زايد واحد. أنا قنعت بن بلة وسعيد السعدي، لأن سعيد السعدي قاسمي مربح دير لا سكيورتي ميليتير اللي دازو للحبس على جال برانتون بربر، وبن بلة في الانقلاب هاي قاسمي مربح اللي كان مخططها. قنعتهم، كي قنعتهم وقنعتهم انا في قسم طينا، وانا لقيت بيان من المجموعه تاع سبعه زايد واحد. ولا حبيت درك تحب نعتالك امام الشعب ولا نهضر عليها؟ ما عنديش انا كنت مشكلة. ممكن اللي درت واحد، علاش تقولوا نديروا اضراب؟ فدير اضراب، الحزب يدير الاضراب، الحزب يدير العصيان المدني على جال التقسيم الاداري. قالوا لي احنا ودرناها بالدماء باش نديروها في خال عباس المدني وعلي بن الحاج والاسلاميين. انا رديت عليهم قلت لهم من غشانا ليس منا. ورحت اتصلت مع المؤسسين تاع الفيس وقلت لهم حذاري ما ديروش الاضراب، ام حابين يدخلوكم في صراع مع الجيش. من بعد انا في قسم طينا وشاد لله ويسمحوا لي وربي يرحمهم وربي يوسع عليهم، كانوا يرك معاه بن بلة وقاسمي مربح، ويقولوا العباس المدني اضغط على الشاذلي ياك طيروا. وانا قلت له القاسمي مربح كون دخلك معنا في المجموعه ما تقولش انتخابات مسبقه. ابا انا مشيت كما لقيت عباس المدني سمعنا وانا نفتش عليه، المؤسسين تاع الفيس قالوا لي تمرد علينا عباس المدني ودار جبهه ولا تاعو. وعباس المدني زاد صعد قال ما كانش انتخابات برلمانيه، لازم الصدري يستقل ونديروا انتخابات مسبقه. اسمح لي الاستاذ بن شريف، تسمى واش فهمت من خلال كلامك هو انه قصدي مرباح وبن بلة الله يرحمهم هما اللي كانوا يهندسوا للاطاحه بالشاذلي. ايه نعم ايه، وعباس المدني يستعملوه شغل هذاك شفت الصناره تاع الصياده هاي يحطوا هو هذاك باش يحكموا له استخدموه كطعم. نعم داروه طعم. ايه